بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله بشابتر 4 مع بعض. في شابتر 4 اللي هو أول شابتر الدكتورة نهاد دخلت فيه في بداية الجزء دوت، احنا يعتبر في الجزء ده هنتكلم عن الإي سي من البداية خالص، ونعرف يعني إيه كاباستور، يعني إيه كويل، وإيه تأثير الدي سي عليهم، وهنعرف وبعد كده هنبدأ ندرس الأناليسيس بتاع عليهم، وهندرس يعني وندرس تطبيق النظريات عليهم وكل حاجة. بس احنا في الشابتر ده بناخد البدائيات إزاي نتعامل مع الكاباستور مع الكويل ومع المقاومة في الشابتر ده. أول حاجة الاي سي سيركت، يعني ايه اي سي سيركت؟ الاي سي يعني معناها alternating current. alternating current اللي هو التيار بيتغير مع الزمن. في المعادلة بتاعته، في معادلة أساسية عندك ال V of T بتساوي ال V M مثلا أوميجا T، المفروض موجب أو سالب الثيتا اللي هي الفيز شيفت. ال V M بالنسبة لي بيمثل لي الأمبليتيود، اما بالنسبة للدبليو فهو الانجلر فريكوانسي راديو بير سكند. بعد كده عندي الاوميجا تي بنقول عليها ذا ارجمنت اوف ذا ساينوسويدال. طبعا احنا عارفين الاوميجا بتساوي 2 باي اف، تمام؟ يبقى تساوي اوميجا على 2 باي وكده بيكون بالنسبة لي. وعندي الاف بيساوي 1 على تي، يبقى في الحالة دي التي بتساوي 2 باي على اوميجا. انا المعادله دي عاوزك تعرف كل يعني عاوزك تعرف كل بارت فيها، اللي هو الفي ام والاوميجا والكلام ده، لان انت كده كده هيجي لك معادله، هيجي لك مساله في اول مساله في الشيت عليها هتلاقيها موجوده عليه، اللي انت ازاي تستخدم ازاي تطلع البرامتر بتاعه المعادله دي. بعد كده يعني بيكون عندك اللي انت ازاي بيكون عندك موجتين مع بعض او طيار جهد وجهد، وعاوز تحدد بينهم مين فيهم ليد للتاني او لاج للتاني. المثال اللي واضح قدامنا دوت، عندي اتنين جهد في واحد وفي اتنين، الفي واحد معايا خارج من الزيرو اللي هو موجة الساين، اما بالنسبة للفي اتنين فهو كوزاين اللي هي خارجة بزاوية فاي بشيفت فاي. في الحالة دي فانا عندي الفي اتنين ليد الفي واحد باي فاي، لان انا عندي الفي اتنين هي اللي بادئة الاول، بادئة من قبل الصفر، فبقول عليها هي ليد الفي واحد في الحالة دي. او ممكن اقول الفي واحد هي لاج الفي واحد هي لاج الفي اتنين باي فاي. بعد كده عندك علاقتين، العلاقتين دول يعني انا عاوزك تعرفهم، بس هما المفروض انت تاخدهم في حساب المثلثات في الثانوية عامة او خدتهم في اعدادي. عاوزك تحفظهم بس عشان المعادلتين دول هتبدأ تستخدمهم، ممكن تستخدمهم في حاجات بعد كده، اللي هي معادلة ساين اي زائد او ناقص البي لازم تعرف تفكها ازاي، ومعادلة الكوزاين ايه موجب او سالب البي. معادلة الساين ايه موجب او سالب البي بفكها عن طريق ساين ايه كوزاين بي، ساين ايه كوزاين بي او كوزاين ايه ساين بي. المعادلة التانية بالنسبة لي هي كوزاين ايه موجب او سالب البي، المعادلة دي بتساوي كوزاين ايه كوزاين فكها كوزاين ايه كوزاين بي سالب موجب ساين A ساين B. لو لاحظنا هنلاقي هنا الإشارة بتتعكس في الكوزين. بعد كده بقى في حاجة مهمة مهمة جدا جدا جدا، اللي أنا لو أنا جاي اداني مثلا موجة جهد وموجة تيار، أو اداني يعني اداني جهد وجهد، فأنا بالنسبة لي لازم تتعامل معاهم الاتنين كواحد، يعني لا إما الاتنين يكونوا ساين لا إما الاتنين يكونوا كوزين. انا هثبت بالنسبه لي حاجه اللي انا اقدر اتعامل بيها، اللي انا اي حاجه هتجي لي كوساين احولها لكوزاين لما يكونوا اتنين مختلفين في المعادله. فهاجي هنا بالنسبه لي طب احولهم ازاي، عندي مجموعه من القوانين اهي. المفروض انا بالنسبه لي اهم حاجه هي اللي قصاده مستر دوم، لازم تحفظه. لو انا اداك سالب كوزاين اوميجا تي عشان تحولها بتستخدم، عشان تحولها معاك بتتحول بتبقى موجب كوزاين اوميجا تي موجب او سالب 180، بضيف او اطرح 180، تمام؟ سواء ضفت او طرحت مش مشكله. طب بعد كده يا شباب، بعد كده عندي المعادله الثانيه، هي بالنسبه لي المعادله الثانيه طب المعادلة التانية هي يا شباب، المعادلة التانية هي كوزاين موجب أو سالب لو اداني سالب ساين أو موجب ساين، سالب ساين أوميجا تي أو موجب ساين أوميجا تي. لو اداني سالب ساين أوميجا تي فتحولتها كوزاين أوميجا تي موجب 90، طب لو اداني موجب ساين يبقى تحولتها سالب 90.
طب لو بصينا على الرسمة اللي جنبنا دي كده هتفهمنا أكتر المعادلات، لأن أنا مش عاوز أحفظ المعادلات دلوقتي. أنا أي حاجة هتجيلي هضطر أحولها لكوزين أوميجا تي اللي هي دي، تمام؟ أي حاجة هتجيلي هحولها لدي. طب يا شباب، لو أنا عندي سالب ساين أوميجا تي وعاوز أحولها لكوزين أوميجا تي، فهلاقي نفسي يا شباب بضيف 90 لأنها في الربع الأولاني، بضيف 90 عشان تحول لكوزين أوميجا تي. طب لو كانت موجب ساين أوميجا تي، لا ده أنا هنا هطرح 90 عشان اوصلها للكوزين اوميجا تي لانها في الربع الرابع تحت. ده كذلك سالب كوزين اوميجا تي عشان احولها هنا، عشان احولها دي يا شباب، هتلاقي نفسك اللي انت سالب كوزين اوميجا تي دي لا اما هتطرح 180 لا اما هتضيف 180. طب بعد كده يا شباب بقى سيب الكلام ده كده، انا في حاجات مهمه دلوقتي لازم تعرفها. انا عاوزك تفرق بين الريزيستنس والكويل وبين الكاباسيتور. بالنسبه للريزيستنس شباب، انا عارف لو اداني معادله الفي اوف تي بيساوي في ام ساين اوميجا تي، انا بالنسبه لي الفي بيساوي في ام والزاويه صفر. الحته دي مهمه جدا، ان انت ازاي تحول من الصوره الريكتانجل الى الصوره البولار. انا بالنسبه لي شباب ديت يا شباب هي الصوره الريكتانجل معايا، عاوز احولها للصوره البولار اللي هي تكون قيمه والزاويه. فانا باخد قيمه الفي ام دي اللي هي دي وبعمل زاويه ساين اوميجا تي المفروض تكون موجب او سالب، موجب او سالب زاويه معينه. فالزاويه هنا بكام؟ الزاويه هنا بصفر، يبقى هنا هيكون يا شباب في ام والزاويه صفر. طب يا شباب لو انا عاوز اجيب التيار بقى الاي بتساوي في على ار، في ام على ار والزاويه صفر، انا هنا يا شباب بقول ان الاي والار ان فيز مع بعض، يعني مفيش فرق زوايا بينهم. وده لو انتوا اشتغلت يعني دوت مفيش فرق زوايا، يعني التيار والجهد بيمشوا الاثنين، التيار والجهد في حاله المقاومه الاثنين بيمشوا في طريق واحد، مفيش فيز شيفت خالص. الباور بتساوي الفي اي في اي او بتساوي في ام على جذر 2 اي ام على جذر 2. او لو انا حطيتها بالفي اي دي يا شباب دي بقيمتها بالار ام اس، هيجي يقول لك في ار ام اس واي ار ام اس، فيكون الباور بتاعتهم في اي. طب لو جه الفي ماكسيمم والاي ماكسيمم، لا لازم تقسم على الفي ماكسيمم على جذر 2 والاي ماكسيمم على جذر 2 لان هي ديت قيمه الار ام اس. الفي ار ام اس معايا بتساوي في ماكسيمم على جذر 2 واي ماكسيمم على جذر 2. بعد كده هيكون عندي الكويل يا شباب، عندي الكويل. الكويل بالنسبه لي لو انا عندي معادله زي اللي فوق برضو، فانا عارف ان جهد الكويل في بتساوي ال دي اي باي دي تي بتساوي ال في ام ساين اوميجا تي. طب لو انا دلوقتي عاوز اجيب التيار، طبعا اللي احنا لو ضربت طرفين في وسطين يبقى دي اي باي دي اي اوف تي بتساوي في ام على ال اللي هي الفي ام بالنسبه لي على ال ساين اوميجا، الفي ام اهي على ال نقسم على ال ساين اوميجا تي دي اوف تي. لو كملت الجزء دوت في الاخر هتوصل للاكس بيساوي جي اوميجا ال. مش عاوزك تعرف اي حاجه من الكلام دوت شباب، اللي عاوزك تعرفه بس بالنسبه لك تعرف ان المعادله عندك بتساوي، تعرف ان الاكس ال بتساوي معاك الاكس ال بتساوي جي اوميجا ال، ده اللي عاوزك تعرفه، مش عاوزك تعرف اكتر من كده. عاوزك تعرف الاكس ال بتساوي جي اوميجا ال. طب في حاله التبثر، سيبك من الكلام ده كله برضو، اللي عاوز تعرفه في الاخر برضو ان الاكس سي بتساوي 1 على جي اوميجا سي، ده اللي عاوزك تعرفه من الكلام ده، تمام؟ بس بعد كده بقى عندي حاجه اسمها الامبيدنس يا شباب. الامبيدنس يا شباب هي عباره عن كومباينيشن بتوين اي عنصرين او ثلاثه من الار والاكس، الار والال والسي، اللي هي بتساوي الزد بتساوي ار زائد جي اكس ال الزد والزاوية سيتا يا شباب، تمام؟ دي عندي حاجة الواي دي اسمها الادميتنس وهي مقلوب الزد، مقلوب بتساوي واحد على الزد الادميتنس دي. بعد كده بقى في علاقات للكاباستور والاندكتور مع بعض. انا يعني اللي انت تقدر تتعامل معاهم، انا عندي كيو بتساوي سي في، انا هلخص لك الكلام اللي احنا قلناه ده كله، الكلام ده كله هلخصه لك في جدول في اخر الشرح هنا. انا مش عاوزك مش عاوزك تبص على الشرح ده كله خالص، عاوزك تبص لي على الجدول ده بس، تمام؟ الجدول ده فيه كل حاجه المفروض انت هتحتاجها، تمام؟ تعالوا هنا يا شباب. سيريز اند بارل كاباستور. السيريز والبارل كاباستور بالنسبه لي الكاباستور اللي عندك يا شباب بتعامل مع الكاباستور، فهو يعني دايما تلاقيه الكاباستور دوت هو الشريك المخالف، تلاقيه دايما التعامل معاه بيكون عكس التعامل مع المقاومه.
اما بالنسبه للكويل فهو تعاملك معاه بيكون نفس التعامل مع المقاومه. يعني ايه يا شباب؟ يعني هنا انا مثلا عندي هو الكباستور لو كانوا سيريز مع بعض ف السي ايكوفالنت بتاعتهم بتساوي 1 على سي 1، 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3. ولو كانوا مكثفين بس على التوازي مع بعض، على التوازي مع بعض، يبقى سي 1 في سي 2 على سي 1 زائد سي 2. اما بالنسبه بحاله البارل فهو مجموعهم اللي هي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3 واي عدد موجود معايا منهم يا شباب. طب بالنسبه للاندكتور، الاندكتور يا شباب لو كان سيريز بتعامل معاه زي المقاومه بالظبط، اللي هو ال ايكوفالنت بتساوي ال 1 زائد ال 2 زائد ال 3. طب لو كان بارل برضه بتعامل معاه زي المقاومه بالظبط، 1 على ال ايكوفالنت بيساوي 1 على ال 1 زائد 1 على ال 2 كذا. يبقى انا دلوقتي يا شباب يعني الاندكتور كل علاقاته، كل العلاقات اللي عندي بتاعت الاندكتور يا شباب بتكون شبه المقاومات في التوالي والتوازي. طب بالنسبه للكاباستور كل علاقاته عكس المقاومه في التوالي والتوازي. ده الجدول اللي انا بقول لكم عليه بقى، انا مش عاوزك تبص لي على الجدول ده فقط، ما تبصش على حاجه ثانيه خالص. بص يا شباب تعالى كده نصنف الجدول ده مع بعض، سيبك من الشرح اللي اتشرح كله قبل كده خالص، انا يهمني الجدول ده يا شباب. اول حاجه في الجدول ده يا شباب لو احنا هنتكلم على الريزيستنس، الريزيستنس بالنسبه لي فالفي اي، الفي اي يا شباب اللي انت بتتكلم العلاقه بين الجهد والتيار، العلاقه بين الجهد والتيار في حاله الريزيستنس بتكون الفي بتساوي الاي في الار. طب في حاله الكاباستور علاقه الجهد، في حاله الكاباستور العلاقه بتساوي في بتساوي 1 على سي تكامل اي دي تي زائد في نوت اللي هو اللي معاك، والمعادله دي مش هتحتاجها يعني طالما هتحتاجها. طب بعد كده بالنسبه للاندكتور يا شباب الفي بتساوي ال دي اي باي دي تي، الكلام ده انت المفروض عارفه من اول شابتر. بعد كده يا شباب الاي والفي هي علاقه الاي والفي، تمام يا شباب؟ لو انا عاوز اجيب الاي فهي بتساوي الفي على الار، ده في حاله الريزيستنس. طب لو انا عاوز اجيبها في حاله الكاباستور فهي بتساوي سي دي في باي دي تي. طب لو انا عاوز اجيبها في حاله الاندكتور يا شباب، في حاله الاندكتور هتساوي 1 على ال تكامل في اي اوف في 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 تي دي تي زد اي اوف تي نوت، تمام؟ طب بعد كده عندي بالنسبه للباور، الباور في حاله المقاومه بتساوي البي بتساوي اي تربيع ار او بتساوي في تربيع على ار. اما بالنسبه يا شباب في حاله الكاباستور فهي بتساوي الشغل او الشغل اللي عندي بيساوي نص سي في تربيع، والشغل في حاله الاندكتور بيساوي نص ال اي تربيع. بالنسبه يا شباب دلوقتي في السيريز، في حاله السيريز المقاومه الار ايكوفالنت بتساوي ار 1 زائد ار 2. اما بالنسبه في الكاباستور السيريز بيكون السي ايكوفالنت بتساوي سي 1 سي 2 على سي 1 زائد سي 2. اما في حاله الاندكتور ال ايكوفالنت بتساوي ال 1 زائد ال 2. في حاله البارل، البارل ار ايكوفالنت بتساوي ار 1 ار 2 على ار 1 زائد ار 2. اما بالنسبه للسي في حاله المكثف قلنا دايما بيكون معاكس، بيكون سي ايكوفالنت سي 1 زائد سي 2. اما في حاله الاندكتور ال ايكوفالنت بتساوي ال 1 ال 2 على ال 1 زائد ال 2. اخر حاجه معايا، الحاجه اللي انتوا المفروض عارفينها صم ولانكم اشتغلتوا بيها في الجزء اللي قبل كده شابتر 2 وشابتر 3، تاثير الدي سي على الريزيستنس الثيم ما بتتغيرش. اما بالنسبه على الكاباستور فهو بيحول اوبن سيركت، اما بالنسبه للاندكتور بيكون معايا شورت سيركت. دايما في الكاباستور يا شباب هتلاقي ان عندك الاي ليد الفي باي 90، اما عند الاي هيكون لاج الفي باي 90، وشكل الرسمه بتاعتهم زي ما وضحنا. هنبدأ مع بعض إن شاء الله. أول مسألة موجودة معانا في الشيت، والمسألة مديني فيها يعني مديني فيها معادلة بيقول لك given transformer voltage V of T بتساوي 50 كوساين 30 T زائد 10 زائد 10. طب هنا من شكل المعادلة ديت فهي بالنسبة لنا بتمثل نفس المعادلة اللي خدناها، المعادلة الستاندر بتاعت السينسويدا. هو طالب منك بس تطلع قيم يعني مجموعة من A ل G، المطالب اللي عندك بتطلعها كلها من المعادلة. اول مطلوب بيقول ذا امبليتيود اوف ذا فولتج، امبليتيود اوف ذا فولتج هنا احنا قلنا اللي هي قيمتها الفي ام اللي هي ال 50 دي، الفي ام معايا اللي هي قيمه ال 50 دي الامبليتيود اوف ذا فولتج، يبقى هي اول في ام بيساوي معايا 50. طب تاني مطلوب بيقول لك ذا تايم بيريود، انا عارف التايم بيريود بيساوي ايه، بيساوي 1 على اف، وانا الاف بجيبه منين؟ بجيبه من الاوميجا. طب الاوميجا بتساوي ايه؟ بتساوي 2 باي اف، يبقى الاف بيساوي الاف بيساوي اوميجا على 2 باي. وبما ان الواحد على تي بيساوي 1 على اف، بما ان التي
بيساوي ال تي بيساوي 1 على اف. اذا يبقى في الحالة ديت انا عندي ال تي هيساوي 2 باي على اوميجا، 2 باي على اوميجا نقسمهم على بعض هيطلع معانا قيمة التايم بيريود ب 294 مع 10000 اللي هي 2 من 10 تقريبا بحوالي 209.4 مللي سكند. طب طالب بعد كده هو مش محطوط هنا بالترتيب، بس هو المفروض بالترتيب اللي هو هيطلب معاك بعد كده معاك فريكوانسي. فريكوانسي زي ما قلنا بيساوي الدبليو او الاوميجا على 2 باي، وهتطلع معاك قيمته اهوت زي ما محطوط معاك اهو. طب بعد كده هيطلب حاجه ثالثه، هيطلب بيقول لك هات لي قيمه عند واحد، عند لما يكون التايم معاك بيساوي عشرة ملي سكند، هات خلال الفتره ديت هات الفولت. هو تقريبا حاطط الشيت المفروض ديت الشباب تكون 10 ملي سكند، هي محطوطه متعود عنها بواحد ملي سكند، فانت اشتغلها على اللي موجود عندك هنا. طيب يعني واحد ملي سكند يبقى تساوي واحد من 1000 10 يا شباب، دي 10 تمام، دي المفروض تكون 10 ملي سكند، فهنعوض عنها هيبقى 50 كوزين 30 في 1 من 100 زائد 10. دلوقتي انا عندي دي بالنظام الريديان تمام، وعندي الزاويه دي بالنظام الديجري، ما ينفعش اجمع الاثنين على بعض، فلازم احول واحده فيهم الريديان للديجري. فانا طالما داخل الكوزين فانت حول الكوزين ديت، نحول الريال ريديان دي للديجري، طالما انا داخل الكوزين فانا هشتغل بالديجري. فحولت ديت، طب احولها ازاي؟ بتضرب في 180 على باي هيطلع لي القيمه دي تمام. بعد كده اعوض عنها هتطلع معايا قيمه الفولت بتساوي 444.48 من 100. لو انت عاوز تجيب الاوميجا تي، الاوميجا تي بتساوي 3 من 10 سكند. هو طالب بعد كده الانجلر فريكوانسي، الانجلر فريكوانسي هو الاوميجا بيساوي 30 راديال بير سكند. بعد كده طالب معاك الفيز انجل ان راديان، الفيز انجل يا شباب اللي هي بتكون ال 10 دي، بس ال 10 دي بنظام الديجري فلازم احولها، فبضرب في باي على 180 هتطلع معايا قيمتها بالراديان. بعد كده بيقول هات قيمه التايم لما يكون معاك الجهد بيساوي 25 فولت، عوض عن الجهد ب 25 فولت هنا، يبقى 25 بيساوي كوزين، بيساوي 50 كوزين 30 تي زائد 10. المفروض هبدا اجيب التي بقى، وانت بتجيب التي دلوقتي انت هتجيب شيفت كوزين، هيبقى الشيفت كوزين نص بيساوي 60، يبقى 60 بتساوي 30 تي، دي بالنظام الريديان تمام، ودي بالنظام الديجري. انا دلوقتي بره الكوزين وبره الساين، يبقى انت تشتغل كله ايه؟ هتشتغل كله بالراديان، يبقى جوه الكوزين او الساين يبقى اشتغل بالديجري، بره الكوزين او الساين ما بتشتغل بالراديان، يبقى هتساوي 50 تساوي 30 تي. طب زائد انت تطلع ال 10 دي الناحيه الثانيه لان دي بالديجري وال 10 بالديجري، يبقى 50 ديجري اضربها في فاي على 180 تطلع قيمه التي 29.9 ملي سكند. دي اول مساله موجوده في الشيء. تاني مسألة موجودة في الشيب بقى، هو يعني كانت على القانون اللي احنا قلنا عليه، اللي هو اللي انت ازاي تعاملك كله يكون مع كوزين او ساين، لازم توحد الويف اللي هتشتغل عليها، او الشغل توحد الساين السوداء او تشتغل عليها بالكوزين، لازم توحدها بالساين او بالكوزين. معايا دلوقتي اداك اول حاجة بيقول لك فور ذا فولوينج بيرز اوف ساينسويدالز ديترماين ويتش وان ليد اند باي هاو ماتش. المطلوب هنا ايه؟ مطلوب هنا عشان تحسب الاثنين مين فيهم ليد ومين فيهم لاج الثانيه، لازم يكون الاثنين ساين، يا اما الاثنين ساين يا اما الاثنين كوزين، فلازم اوحد. فهنيجي اول واحده مطلوبه هنا كده، اول واحده هنبص عليها ان الفي اوف تي بتساوي 10 كوزين وكذا، اما بالنسبه للاي اف تي فهي بتساوي 4 ساين 4 تي زائد 50، فدي بالكوزين ودي بالساين. لا لازم اوحدها معايا، عشان توحدها هتكون ازاي يا شباب؟ هتكون الحل اهو. اول حاجه الفي اوف تي بتساوي 10 كوزين 4 تي ناقص 60، مش هعمل فيها حاجه. طب الثانيه الاي اوف تي بتساوي 4 ساين 4 تي زائد 50، عشان احولها لكوزين قلنا اللي انت لو الساين بالموجب احولها لكوزين يبقى اطرح 90، هنا يبقى 4 تي زائد 50 ناقص 90، يبقى بتساوي 4 كوزين 4 تي ناقص 40. يبقى زاويه ديت زاويه دي سالب 60 وزاويه ديت سالب 40، مين فيهم اكبر؟ طبعا السالب 40 هي الاكبر، يبقى مين فيهم اللي بتليد الثانيه؟ يبقى الاي اوف تي
lead ال v of t by 20. ده اول رقم A. طب رقم B مديك برضو معادلتين للجهد، قال لك ال v1 of t بيساوي 4 كوزين 377 تي زائد 10، وال v2 of t بيساوي سالب 20 كوزين 377 تي. عشان احول السالب كوزين بعمل ايه؟ لا بتضيف 180 لا بتطرح 180. هنا ضفنا 180، المعادله الاولانيه تفضل زي ما هي عشان هي بالكوزين. المعادله الثانيه ضفنا 180 هنا، اصبح الزاويه هنا 180 والزاويه هنا 10، مين فيهم اكبر؟ ال v2 اكبر، يبقى ال v2 هي ليد ال v1 باي 170 درجه. تمام. رقم 3 مديك الاكس اوف تي بيساوي 13 كوزين 2 تي زائد 5 ساين 2 تي، ومديك الواي اوف تي بيساوي 15 كوزين تي. انا مش هجري مثل الواي، الواي كده كده بالكوزين. انا اللعب كله هيكون في الاولانيه دي. الاولانيه دي فيها اتنين بارت، البارت الاولاني كوزين والبارت التاني ساين. طبعا انا ما اقدرش اجمع الاتنين مع بعض. طب الاتنين دول في صوره ايه؟ في صوره بنقول عليها الصوره الريكتانجل. الصوره الريكتانجل دي يا شباب عشان احولها لازم بحولها الصوره البولر، لان احولها القيمه وزاويه. طب عشان تحولها القيمه والزاويه تيجي تبص معايا هنا كده. اول حاجه الاكس اوف تي بتساوي 13 كوزين 2 تي زائد 5 ساين 2 تي، تمام؟ فلازم احول الساين دي كمان، احول الساين 5 ساين 2 تي، 5 ساين 2 تي قلنا الساين لو كانت بالموجب يبقى اهي هطرح سالب 90، يبقى اهي تحولت بقت 5 كوزين 2 تي ناقص 90. بقى عندي الاثنين 13 كوزين 2 تي زائد 5 كوزين 2 تي ناقص 90. طبعا ما اقدرش اتعامل معاهم هما بالصوره دي، ما اقدرش اتعامل معاهم الاثنين، هجمعهم ازاي مع بعض؟ مش هتقدر تجمعهم. فبعمل ايه؟ بتحول كل واحده منهم لبولر. يعني ايه؟ دي 13 كوزين 2 تي، هل في زاويه هنا معاها؟ لا مفيش زاويه، الزاويه قيمتها بصفر، يبقى تحولها 13 وزاويه صفر. طب الناحيه الثانيه 5 كوزين 2 تي وناقص 90، ده في زاويه هنا سالب 90 اهي، يبقى هيكون معايا قيمتها 5 والزاويه سالب 90 اللي هي هيت 5 والزاويه سالب 90. حطهم على الاله الحاسبه الاثنين واجمعهم هيطلع معاك 13 ناقص جي 5، حولها بقيمه القيمه والزاويه هتطلع معاك بالقيمه دي. وهن ان شاء الله هنعمل فيديو نوضح لكم ازاي طريقه التحويل على الاله الحاسبه. والناس اللي هتروح السكشن الاسبوع الجاي لازم يكون معاها اله حاسبه، لازم السكشن اللي جاي بعد كده لازم يكون معاك اله حاسبه عشان تعرف تشتغل عليها. دلوقتي معايا الاكس اوف تي بيساوي 13.928 كوزين 2 تي ناقص 21. انا هنا رجعتها من الصوره البولر للريكتانجل او التايم دومين. الصوره البولر رجعتها للتايم دومين ازاي يا شباب؟ اللي انا خدت قيمه ال 13.9 اللي بعتبرها الفي ام اهي، حطيتها هنا اهي، وقيمه الزاويه سالب 21 اهي، بس الاوميجا تي بتفضل زي ما هي بالظبط ثابته معايا طول المساله. يبقى الواي اوف تي بتساوي 15، يبقى الزاويه هنا سالب 11.8 والزاويه هنا سالب 21، انا فيهم اكبر يبقى السالب 11 اكبر. يبقى معايا هنا الفي اوف تي اللي هي الواي بقى اوف تي، مفيش في اوف تي، الواي اوف دي واي، الواي اوف تي ليد الاكس اوف تي باي زاويه 9.24. بعد كده معانا مساله كمان بقى نبدا نخش في نوع تاني من المسائل. بيقول لك افولتج في اوف تي بيساوي 100 كوزين 60 تي زائد 20 is applied to a parallel combination of 40 كيلو اوم ريزيستور. يعني دلوقتي معايا جهد، مصدر جهد قيمته 100 كوزين 60 تي، ومعايا is applied to a parallel combination of 4 كيلو اوم ريزيستور and 50 مايكروفارد. يعني الدايرة عندك بتتكون من ايه؟ بتتكون معايا ادي مصدر اهو، تتكون معاك من مقاومة، وتتكون معاك من مكثف، وبعد كده في مصدر عندك دي شكل الدايره معاك. بالنسبه للمقاومه، المقاومه قيمتها كام؟ قيمتها معايا 40 كيلو اوم، ومعايا قيمه المكثف قيمته 50 مايكرو فاراد. الشغل هنا بسيط، اول ما تمسك المساله في حاجات لازم تعملها ثابته. اول حاجه قيمه
المصدر اللي معاك دي قيمه المصدر اللي معاك اللي هي الفي تي 100 كوزين 60 تي ناقص 20 لازم تحولها لقيمه وزاويه. احنا قلنا هناخد قيمه ال100 وقيمه الزاويه اللي هي دي يا شباب اللي هي 100 بقت 100 وزاويه 20 تمام. خدت قيمه ال100 يبقى انا قيمه الجهد معايا 100 وزاويه 20 تمام. طب بعد كده بعد كده معايا 40 كيلو اوم ريزيستور ومعايا 50 مايكرو فاراد كاباستور. دلوقتي انت عشان تشتغل المساله ديت وبيقول لك اول حاجه تشوف ذا كوركت انسر. هو اول حاجه كان اول مطلوب معاك كان بيقول لي هات لك قيمه الاي ار. يعني المطالب في المساله دي المطلوب الاول يعني بيقول لك هات لك قيمه الاي ار, والمطلوب الثاني بيقول لك هات لك قيمه الاي سي. الاي ار بالنسبه لي الاي ار اللي انا هعمل ايه, الاي ار بيساوي الفي على الار. فانا الفي قيمه 100 والزاويه 20 على 40 كيلو اوم هتطلع القيمه ديت معاك تمام. طب تاني حاجه عاوز اجيب الاي سي بتساوي سي دي في باي دي تي, ده القانون اللي احنا عارفينه. هتفاضل معادله الجهد, معادله الجهد تفاضلها معاك هيساوي 50 10 اسر هيطلع معاك 50 10 10 اس 6 في الزاويه سالب 60 في 100 ساين 60 تي زائد 20. فاضل المعادله دي في الاخر هيطلع معاك قيمه التيار بتاع المكثف سالب 300 ساين 60 تي زائد 20 ملي امبير. طب المساله اللي بعد كده, المساله اللي بعد كده بيقول لك انا عندك سيريز ار ال سي سيركت. يعني عندك عندي ار قيمتها 80 وعندي ال قيمتها 240 وعندي سي قيمتها 5 مايكرو فراد, التلاته 5 ملي فراد, التلاته متوصلين مع بعض على التوالج وحاطين عليهم مصدر 10 كوزين 2 تي. اول ما تمسك المساله عشان تجيبها وبيقول لك في المساله دي طالب الار, طالب قيمه التيار اللي ماشي في الدايره. المساله زي ديت المساله زي ديت المسألة دي أول ما تمسكها لازم أول حاجة تعملها اللي أنت تشوف قيمة المكثف وقيمة الملف دي بالقيمة بالهنري ودي بالفراد, لازم تحولهم تجيب قيمة الكوير رياكتنس والكباستنس رياكتنس اللي هي قيمتهم بالأوم. طب أحولها, أنا عندي الملف قيمته ال 240 ال ال قيمتها بتساوي 240 هنري تمام, وعنده قيمه جي اوميجا ال بتساوي قيمتها الجي ام جي اوميجا ال بتساوي جي 2 زائد جي 2 في 240 في 10 سالب 3 بتساوي جي 48. يعني انا قيمه ال دي عشان احولها للقيمه اللي انا عاوزها بجيب حاجه اسمها جي اوميجا ال اللي هي الاكس ال. طب بعد كده لو انا عاوز اجيب السي لازم تروح, انا خدت الملف وحولته جبت قيمه الاكس ال وجبت السي اجيب قيمه الاكس سي اللي هي بتساوي 1 على جي اوميجا سي تساوي 1 على جي 2 في 5 في 10 سالب 3 بتساوي سالب جي 100. طب بعد كده الزد, الزد قلنا في الاول خلاص واحنا بنشرح اللي عباره عن ار زائد الجي اكس ال ناقص الجي اكس سي اللي انت هتجمع الثلاثه مع بعض اللي هي 80 زائد جي 48 من 100 زائد جي سالب 100 سالب جي 100. بعد كده عشان تجيب قيمه الاي بتساوي الفي على الزد هيطلع لها قيمه وزاويه بالطريقه ديت. طبعا هو مش عاوز مش عاوزها كده وعاوزها في الام اس كيو من الاختيارات, كان عاوزها في التايم دومين. فعشان تحولها للتايم دومين اول حاجه القيمه دي بنكون قيمه الماكسيمم اللي عندنا اللي هي هتكون اهيت تمام. بعد كده عند قيمه الزاويه بشيلها برده واروح جاي حاططها هنا كده. الاتنين تي دي بتكون معايا ثابته طول المساله بعد كده في مساله كمان نفس المساله تقريبا بيقول لك لوك ات ذا شون فيجر ذن انسر ذا فولونج ام سي كيو.
اول حاجه بيقول لك هو عاوز يقارن، بيقول لك اديك الشكل، والشكل ده مديك فيه مقاومه ومرافق ومكثف متوصلين مع بعض التوالي، نفس اخت المساله اللي قبل دي. بيقول لك ذا كرنت اي ان ذا سيركت، اداك الجهد الفي اس، اداك جهد الفي اس اللي عندك اهو بيساوي 50 كوزاين 200 تي. بيقول لك هات لي الكرنت اي اللي موجود اللي هو ده، نفس اللي عملناه. هنمسك اول حاجه المصدر اهو، هنحوله لقيمه وزاويه، هناخد ال 50 اهي، ومعايا هنا زاويه قيمتها كام؟ قيمتها صفر، يبقى 50 والزاويه صفر والانجا قيمتها 200. بعد كده روح جاي ماسك المكثف، المكثف عشان تحوله بيقولنا بنجيب حاجه اسمها الاكس سي بتساوي 1 على جي اوميجا سي، هتجيب قيمته اهي. بعد كده هنمسك الملف، وهتيجي الملف عندك تجيب حاجه اسمها الاكس ال، بتجيب الاكس ال، وهنا بتجيب الاكس سي في المكثف. تمام، بعد ما جبتهم هنجيب قيمه الزد كليه، هي بتجمع قيمه المكثف على قيمه الملف بعد ما حولتهم للاكس ال مع قيمه المقاومه، ويبقى الاي بتساوي في اس على زد انبوت بتساوي 50، والزاويه 0 اللي هي قيمه الجهد على 10 زائد جي 3، وهتطلع معاك قيمته اللي هي القيمه المحطوطه هنا ديت اللي هي 4.789، والزاويه سالب 16.7. طبعا هنحولها برضو بالطريقه ديت اللي احنا نحولها القيمه في التايم دومين. المساله اللي تحتها بس كده، يعني المطلوب اللي احنا بس عاوزين نعرف حاجه واحده بس، اللي هو بيقول لك تجيب حاجه اسمها الادميتنس. الادميتنس دي عباره عن مقلوب الزد اللي احنا حاسبينها هنا دي. طب انا اقدر اجيب الزد من هنا؟ اه اعرف اجيب الزد. الزد ايكوفالنت 3 متوصلين مع بعض، ومحولهم لك جاهزين هنا لو لاحظنا اللي هم متحولين جاهزين، مديك سالب جي 10 وهنا جي 8 وهنا 4، هو محولهم لك جاهزين، مش محتاج تجيب قيمه الاكس ال، مش محتاج تجيب قيمه الاكس ال، ومش محتاج تجيب قيمه الاكس سي والكلام ده، هو محولهم لك جاهزين. فانا عشان اجيب قيمه المقاومه المكافئه او الزد المكافئه، فبتعامل اكنها مقاومه عادي خالص، عندي تلاتة امبيدنس متوصلين مع بعض على التوازي. يبقى عشان اجيب الزد بتساوي 1 على 4 زائد 1 على جي 8 زائد 1 على زد بيساوي 1 على 4 زائد 1 على جي 8 زائد 1 على سالب جي 10. تمام، وانا عندي الزد الواحد على زد بتساوي واي، يعني انا حاليا كده عندي الواي بتساوي واحد على زد، وانا اصلا الواي بتساوي واحد على زد، وانا عندي قيمة المكافأة الكلية، القيمة الكلية اللي عندي هي الواي، عندي القيمة الكلية الواي هنا اهي، الواي بتساوي واحد على 4 زائد 1 على جي 8 ناقص 1 على 10، وهي دي هتكون القيمة اللي موجودة معايا. بعد كده في مسألة معانا كمان بيقول لك فور ذا سيركت شون ان ذا فيجر، مديك الأوميجا، قال لك في الأوميجا فوق اللي هي بتساوي 10 ريب بير سكند، هو محول لك كل المسألة هنا مجهزها لك جاهزة كلها، مديك قيمة الملف وقيمة المكثف بالأوم، جايب لك قيمة الإكس ال وقيمة الإكس سي، هو جايبهم لك جاهزين معاك. هنبص في المسألة، مديهم لك جاهزين، كل حاجة مديها لك جاهزة، فاضل إن أنا أجيب الزد إيكوفالنت. الزد إيكوفالنت أكنها زي المقاومة بالظبط، معايا قيمة سالب جي 14 زائد جي 25 على التوازي مع ال 16، يبقى أهو سالب جي 14 زائد جي 25 على التوازي مع المفروض دي 10، هي 4 زائد جي 20، المفروض ديت 16، مكتوبة هنا غلط، المفروض دي تكون دي 16. تمام، بعد كده هيكون قيمة الزد ايكوفالنت، وبعد كده عشان اجيب التيار بيساوي الفي على الزد ايكوفالنت، سهلة جدا، الفي عندي هو مديول 12 والزاوية صفر جاهزة. وهنا بقى التريكة اللي هنا في ايه، اللي هو بيقول لك بعد كده انا عاوز اجيبها في التايم دومين.
فعشان تجيبها في التايم دومين انا هحول دي للقيمه بتاعتها، هاخد القيمه الاولانيه هي اللي هي 414 من 1000 اهي. طب كوزين، كوزين الاوميجا بكام؟ الاوميجا مديها لك فوق بقى 10 تي. كان المثال اللي قبل كده ان هو انا بكون عارفها، بكون عارف قيمه الاوميجا من المساله، بعرفها من قيمه المالتر اللي هو قال لك هنا مثلا 200 تي، ما انا في المساله بتاعتنا هنا وغير قيمه الاوميجا فوق، فهتكون 10 تي ناقص 71.605، وده هتكون قيمه التيار اللي معايا. المساله اللي بعدها برضو نفس الحوار، واحد هنا ليا تحول اكس ال، وعندك واحد فراغ تحول اكس سي، وهتجيب قيمه الزد الكليه وتقسم اي على الفي. طب المساله اللي بعد كده برضو نفس القصه، يقول لك لوت اد ذا شون فيجر ذن انسر ذا فولوينج ام سي كيو. المساله دي مديك فيها قيمتين للمصدر، مديك فيها مصدر ومديك مقاومه ومكثف وملف معاك ومش محولها لك، لازم انت اللي هتبدا تحول كل حاجه لوحدها. قيمه الاوميجا عرفتها هي ب 200 منين؟ قيمه الاوميجا عرفتها منين؟ من المصدر اهي اللي بيكون جنب التي، تمام. بعد كده عندي 50 مايكرو فراد اللي هو الاكس، عاوز احولها اجيب قيمه الاكس سي يا واحد على جي اوميجا سي، لو واحد على جي الاوميجا قيمتها 200 في سي قيمته 50 في 10 اس سالب 6 هجيب قيمته. بعد كده هجيب قيمه الاكس ال، الاكس ال بتساوي 1 من 10 هنري لو جي اوميجا ال، واجيب قيمته. بعد كده انا معايا ال 50 والجي 50 الاثنين دول موصلين مع بعض على التوازي، جبت قيمتهم التوازي بتاعتهم اللي هو 50 في قيمه الاكس سي اللي هو سالب جي 100، لان هي ديت الاكس سي مش هاخده بالفراد، مش هتعامل معاه طبعا بالفراد، انا هتعامل معاه بقيمته بالاوم، يبقى 50 في سالب جي 100 على 50 ناقص جي 100، وجبت قيمته اللي هي 40 ناقص جي 20. بعد كده هجيب قيمه الفي نوت، قيمه الفي نوت بتساوي قيمه المصدر على قيمه الزد انبوت، الزد الكليه، الزد الكليه بالنسبه لي ومش كاتبها هنا، بس هيكون عباره هتجمع كل حاجه عندك في الدايره، تجمع ال 30 مع قيمه الايكوفالنت بتاعت ديت مع قيمه الهنري اللي هي طالعه بجي 20 القيمه اللي طالعه عندي، انا جايبها قيمه الاكس ال. بعد كده هجيب قيمه الفي نوت، قيمه الفي نوت طبعا عشان تحولها للساين او الكوزين، طبعا انا هنا عندي ساين، دي ساين، دي لازم احطها بساين ليه؟ عشان قيمه المصدر بجهد المصدر نفسه بالساين هنا، يبقى 17.4 هو طالب قيمه الجهد اللي موجود على الملف. قيمه الجهد اللي موجود على الملف بنجيبها بحاجه اسمها قانون الكرنت ديفايدر. قانون الكرنت ديفايدر وبيقول لك جهد المنطقه اللي انا عاوزها، جهد الحته اللي انا عاوزها، تمام، بيساوي الجهد الكلي اهو في المقاومه البعيده، المقاومه البعيده هنا هتكون الجزء ده او الامبيدنس البعيد على مجموع المقاومات، هيبقى على الزد انبوت الكليه. يبقى تاني جهد المنطقه اللي انا عاوزها اللي هو الفينوت ده بيساوي الجهد الكلي اللي هو قيمته 60 والزاويه 0، تمام، في المقاومه البعيده اللي هي ال 30 زائد 40 ناقص جي 20 اللي هتطلع جي 20 على لا هنا القانون الجهد هنا اسف قانون الجهد هنا قانون بيساوي جهد الفرع بيساوي الجهد الكلي في مقاومه الفرع نفسه او في امبيدنس بتاعت الفرع نفسه اللي هتبقى جي 20. يبقى الفي نوت بيساوي الجهد الكلي اللي هو 60 والزاويه 0، تمام، في مقاومه الفرع نفسه اللي هي جي 20 اكس ال، تمام، على الامبيدنس الكليه بتاعت الفرع ده. حل تاني اللي انت اشتغل عليه ده بتشتغل في ثانويه عامه خالص، قيمه التيار اللي ماشي هنا عن طريق اللي انت هتقسم الجهد ده على قيمه الزد انبوت الكليه، هيطلع لي قيمه التيار اللي ماشي في الفرع، عشان تجيب الجهد اللي في الحته دي اضرب التيار في قيمه الاكس ال اللي هي جي 20 وريح دماغك. الحته دي بقى جديده، قبل ما نقولها كده نقول يعني انا دلوقتي مساله بيقول لي هات لي قيمه الزد توتال او الزد زد الكليه للدايره دي. لو احنا بصينا في الدايره دي كده احنا عاوزين نجمع مقاومات توالي وتوازي، احنا نشوف الحاجات التوالي مع بعضها والحاجات التوالي، ال10 والسالب جي 16 دول مع بعض، ال10 والسالب جي 16 تحت مع بعض، مفيش اي حاجه تاني اللي جوه دوم، مفيش اي لهم علاقه بدوم ولا توالي ولا توالي. دي من عليها بنستخدم حاجه اسمها الستار والدلتا، تحولت الستار والدلتا اللي هم دول. الستار بيكون شكلها في الدايره كده، يعني الستار بيكون شكلها في الدايره معايا كده،
الستار بيكون شكلها في الدايرة كده، ودي ممكن يكون شكل تاني لها. أما بالدلتا شكلها كده أو شكلها بيكون كده في الدايرة. تمام. أنا عندي في حاجتين في بعض المسائل سوف نحتاج إلى تحويلة الدلتا والستار، والعكس لو المسألة وقفت أنا مش لاقي توالي ولا تواتي. طب لو أنا عاوز أحول دلتا لستار، يعني عاوز أحول من دي لدي أهو، أنا عندي دلتا اهيت اللي هي بالأحمر ده اللي هو بالخط السوليد، عاوز أحولها لستار اللي هي بالخط المنقط اللي في الوسط ده. فعندي قوانين ثابتة، يعني الأر إيه اللي هي الأر إيه دي تمام بتساوي المقاومتين اللي هي موجودة بينهم، هي موجودة بين المقاومة دي والمقاومة دي اللي هم مشتركين معاها في نفس النقطة، اللي هو ار واحد في ار اتنين على مجموع التلات مقاومات اللي هي ار واحد زائد ار اتنين زائد ار تلاتة. طب الار بي، الار بي اللي عندي اهي، الار بي فين؟ اهي الار بي موجودة بين ايه وايه؟ موجودة بين ار واحد وبين ار تلاتة، يبقى ار واحد في ار تلاتة على مجموع التلات مقاومات. وكذلك الار سي موجودة بين ار اتنين والار تلاتة على مجموع التلات مقاومات. يبقى انا القانون ده بستنتج منه اللي انا عندي المقام ثابت وانا بحول من الدلتا للستار. طب تحول لو العكس بقى، لو انا عاوز احول من الستار لدلتا، حولت الستار لدلتا يبقى انا لو كان عندي ستار زي اللي في النص ديت اللي هي الار واحد والار اتنين والار تلاتة، وعاوز احولهم من ار اكس والار واي والار زد اللي هو خط النقط ده، الار اكس عشان اجيبها حاصل ضرب المقاومات كل واحدة مع التانية، يعني ار واحد ار واحد المقاومات اللي جوه طبعا اللي انا عاوز اشيلها، ار واحد في ار اتنين زائد ار اتنين في ار تلاتة زائد ار تلاتة في ار واحد اللي هو البسط بتاعي ده، البسط ثابت في التلات تحويلات. تمام. على المقاومة البعيدة عن ار اكس، انا ار اكس هيبقى المقاومة البعيدة عنها هي كام؟ هي ار تلاتة. تمام. وكذلك الار واي حاصل ضربهم كل واحدة في التانية، ار واحد في ار اتنين زائد ار اتنين في ار تلاتة زائد ار تلاتة في ار واحد على المقاومة البعيدة عن الار واي، الار واي اهي المقاومة البعيدة عنها فين؟ اللي هي فوقها بعيدة اهي ار واحد. وكذلك الار زد بتساوي الار واحد في ار اتنين تلاقي الار اتنين في ار تلاتة تلاقي الار تلاتة في ار واحد على المقاومة بعيدة عنها اللي هي ار اتنين. تعالى نشوف بقى المسألتين اللي موجودين في الشيت على الجزئية دي. أول مسألة اهي، أنا قلنا إن احنا ديت ودي مع بعض، ودي العشرة والسالب دي 16 توالي مع بعض، بس أنا العشرة والعشرين والجي 15 اللي في الوسط دول مش عارف أتصرف فيهم ولا عارف أحل المسألة من غيرهم، فبستخدم حاجة اسمها تحويلة الستار للدلتا. هنا تحولت الستار للدلتا قلنا عباره عن ايه؟ قلنا عباره ان انا امسك المقاومه دي كده واحولها لستار. تمام. عشان تحولها لستار احولها لحاجه اسمها زد واحد دي ستار، انا هحولها لدلتا، هتكون عباره هجيب القيمه دي اللي هي زد واحد وزد اتنين وزد تلاته توصلتهم مع بعض على التوالي. فعشان احولهم مع بعض التلاته مع بعض، عشان تحول التلاته دول مع بعض، قلنا اول حاجه عشان اجيب الزد واحد، الزد واحد اللي هي المفروض تكون متوصله بين دي ودي تمام، اللي هي موجوده بين المقاومتين دوم الزد واحد، حاصل ضربهم ايه يا شباب؟ حاصل ضربهم مثنى مثنى، يعني كل واحده في الثانيه، يبقى 10 في 20 اللي هيطلع قيمتها ب 200 زائد 10 في 100 في 15 تبقى جي 150 زائد كام؟ زائد 20 في جي 15 تبقى جي 300 على المقاومه البعيده عن الزد واحد، المقاومة البعيدة عن الزد واحد اللي هي دي اللي هيكون قيمتها قيمة المقاومة 10 دي هي المقاومة البعيدة عنها. تمام. هي دي محتاجة شرح بورقة وقلم، لأن هو هنا مش هتكون واضحة خالص، يعني اللي مش هيفهمها ممكن السكشن الجاي نوضحها، يعني هنحاول نقربها بأقرب صورة ممكنة. طب بعد كده أنا عاوز أجيب الزد اتنين، الزد اتنين عندي أهي، الزد اتنين فين مكانها؟ أهو المفروض تكون موجودة بين إيه وإيه؟ المفروض تكون موجودة بين العشرين والعشرة. تمام. يبقى قلنا عند البسط ثابت اللي هو نفس البسط اللي هو 200 زائد جي 150 زائد جي 300 اللي هو 200 زائد جي 450 على المقاومه البعيده عن زد 2 اللي هي جي 15. تمام. طب بعد كده عشان اجيب زد 3 بنفس الحوار، البسط ثابت اللي بتغير معايا هو قيمه المقام اللي هي هتكون 20 بس. كده اصبح شكل المساله ايه؟ اصبح اللي انا معايا ال 10 والسالب جي 16 الاثنين مع بعض هتلاقيهم ايه؟ هتلاقيهم على التوازي مع الزد اتنين، يعني دوم كده الاتنين دوم دوم على التوازي مع الزد اتنين. تمام. وهتلاقي العشرة والسالب جي 16 اللي تحت على التوازي مع الزد تلاتة. تمام. هتجيب دوم، بعد ما تجيب دوم على التوازي ودوم على التوازي مع بعض هتبص تلاقي المسألة فضلت الجزء ده كله أصبح مع التوازي مع الزد واحد، وبعد ما أصبح على التوازي مع الزد واحد هتجيب الزد توتال
اللي هو هتجمع عليه 8 ناقص جي 12. طب الناحية التانية المسألة دي بقى ديت التحويل العكس، ممكن توضح من هنا أكتر من التانية. برضه أنا دي عندي دلتا وعاوز أحولها لستار، عندي ستار قصدي وعاوز أحولها لدلتا، لأن هي المسألة واقفة خالص. هتحولها إزاي؟ اللي أنا عندي الستار اللي في الوسط دي أحولها لدلتا. ابدأ بقى، أنا عندي الزد أهي وأدي الزد أهي وأدي الزد أهي، هتجيب كل واحدة منهم لوحدها. الزد أي بي بتساوي 2 ناقص جي 2 زائد جي 4 على جي 2، وكذلك الزد أي سي بتساوي 2 زائد جي 2 على 2، اللي هو اللي عندك البسط هيكون ثابت، اللي هو حاصل ضربهم مثنى مثنى أو حاصل ضربهم كل واحدة في الثانية 2 في سالب جي زائد سالب جي في جي 2 زائد جي 2 في 2 على المقام والبعد عنهم، وهتبقى بنفس الحوار وتطلع. الجزء ده صعب جدا الشرح، لازم ده يشرح ورقة وقلم يعني، لان دوت او يشرح على السبوره، ان هو القانون اصلا المفروض الدلتا ستار دي يا شباب هي المفروض تكون دي انت درستها قبل كده، انت ما درستهاش قبل كده في دراستك سواء في اعدادي او في ثانوي او الكلام ده، لا انت المفروض تكون درستها في المنهج قبل الجزء ده. على فكره هستعد لكم في جزء الاي سي بعد كده، هيبقى في مسائل عليها صريحه، فهي ممكن تتعاد بصوره اكبر في الشيت الجاي، هتلاقي فيه مسائل صريحة عليها وتبدأ تشتغل عليها بإيدك، يعني هتبدأ تشتغل. القانون لازم يشرح لك، لازم يشرح لك المرة الجاية. فاللي مش هيفهم هنا يا شباب، اللي مش هتوضح له هنا، لازم في السكشن يسأل في الجزئية دي، لأنها ممكن تخش لك في أي مسألة. وبالنسبة لباقي الشيء، بالنسبة للشغل على الآلة الحاسبة، لازم تتعلم إن أنت تشتغل على الآلة الحاسبة بسرعة، مهم جدا 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 إن أنت تشتغل على الآلة الحاسبة وإيدك تكون سريعة عليها. هحاول بإذن الله إن أنا أعمل فيديو اوضح فيه ازاي استخدم الاله الحاسبه، بس يعني الناس لازم تجيب السكشن الجاي الاله الحاسبه معاها، ولازم تجيب المسائل في الجزء ده اللي مش فاهمها تجيبها للمعيد بتاع السكشن، لان هو شغل الاونلاين مش عارف يوضح لك كل حاجه، يعني الدنيا هتلاقيها مش واضحه خالص، يعني احسن يعني شابتر واحد وشابتر اتنين وشابتر تلاته هي مساله وخطوات حل بتحل، امال هنا كل حاجه لها حوار تاني، فاهم؟ بس الشيت دوت انت لو فهمته كده مش هيقعد معاك، يعني مش هيقعد معاك في الحل نص ساعة وأكون خلصت ال 21 مسألة بشدوم. فالناس تركز وإن شاء الله خير يا شباب. شكرا، ونتقابل إن شاء الله في السكشن الجاي.